دولة المرابطين. ظهرت دولة المرابطين سنة 48 و400 للهجرة، وتعود نشأتها إلى حركة إصلاح ديني في صحراء جنوب المغرب الأقصى. وقد تزعم الحركة عبد الله بن ياسين الجزولي وسمى أنصاره المرابطين، وأوكل مهمة قيادتهم العسكرية ليحيى بن عمر اللمتوني، ثم آل الأمر إلى أبي بكر اللمتوني وابن عمه يوسف بن تاشفين. فاتجه أبو بكر جنوبا وقتل في إحدى المعارك، وتوسع بن تاشفين شمالا فبنى مدينة مراكش التي أصبحت عاصمة المرابطين، وأصبح هو الحاكم الأوحد للدولة. في عهد يوسف بن تاشفين تم الاستيلاء على باقي المغرب، كما عبر إلى الأندلس بناء على طلب ملوك وأمراء المسلمين لمناصرتهم في محاربة الفرنج، واستطاع في معركة الزلاقة الانتصار على الفرنج وهزيمة ملكهم ألفونسو السادس. ونتيجة اقتتال ملوك الطوائف فيما بينهم، عاد ابن تاشفين مرة أخرى إلى الأندلس فأزاحهم، وألحق الأندلس بدولة المرابطين، فبلغت دولته أقصى اتساع لها. تراجعت دولة المرابطين في عهد ابنه علي بن يوسف، وذلك بسبب ظهور منافس قوي تمثل في دولة الموحدين في جنوب المغرب الأقصى. واستمر صراعهم مع الموحدين إلى أن قام الموحدون بالاستيلاء على عاصمتهم مراكش، وقضوا على دولة المرابطين وقتلوا آخر أمرائها بعد قيامها ب93 سنة.